علي الأكبر الذي نريد أن نتحدث الشيء اليسير عنه سلام الله عليه، لأن يوم من أيام العشرة الأولى هو مخصص لهذا الشاب العملاق العظيم المثالي، قدوة قدوة وأسوة لشباب العالم. إنه مدرسة لهذا الجيل والرعيل. فإذا أراد الشاب المؤمن أن يتألق في حياته ويكون شابا مثاليا مؤمنا، عليه أن يقتدي بعلي الأكبر الذي كان يشبه رسول الله خلقا. هذا مو تعبيري، هذا تعبير الإمام المعصوم الإمام الحسين، يقول كان يشبه رسول الله خلقا وخلقا ومنطقا. الخلق يعني الظاهر والوجه والصورة، الخلق يعني السجايا والباطن، والمنطق يعني الصوت والنطق والخطابة. نموذج، نموذج من رسول الله كان. حتى أن جماعة دخلوا المدينة دخلوا على الإمام الحسين سلام الله عليه بعد وفاة رسول الله، وكان بعضهم أدرك رسول الله ورآه وسمع حديثه. سألوه: أبا عبد الله، أكو في عائلتكم أسرتكم واحد يشبه جدك؟ هل فيكم في أولادكم الشباب واحد؟ شوفون بعض الأحيان ولد واحد من عائلة هذا يشبه أبوه يشبه جده. أبا عبد الله، عندكم من شبابكم واحد يشبه جدك رسول الله؟ قال: بلى. قال: منو؟ نادى ولده: علي. لما أقبل علي الأكبر وقع نظر هؤلاء عليه، قاموا إجلالا له وجعلوا يبكون لما وجد. قال أحدهم: والله كأنه هو كأنما هو رسول الله، كان يمشي كرسول الله، يتكلم كرسول الله، الوجه والجمال جمال رسول الله صلى الله عليه وآله. راجع التاريخ كيف كان يعامل والديه، كيف كان يسعى ليرفع المسؤولية عن عاتق والده في القضايا الاجتماعية. فلما بلغ معه السعي، مو فقط إسماعيل بمظهر أجلى وأتم وأكمل، علي الأكبر. تعلمون مدى حب الأب لولده، الأبو الحسين الذي كان قمة في كل الفضائل والملكات خصوصا في العواطف. أهل البيت هواي عواطفهم قوية، هواي يحبون أولادهم، يعني حب الأولاد من الإيمان. لما ذهب وقاتل، طبعا أكو لقطات ومواقف ومحطات في حرب علي الأكبر، قتال علي الأكبر. علي الأكبر هو الوحيد الذي قاتل أبطال الجيش فقط. يعني شلون؟ يعني لما برز علي الأكبر، ابن سعد عمر بن سعد القائد الأعلى للجيش اختار 200 بطل من كل بني أمية من كل الجيش، نقوة نقوة، اختارهم، قال انتو 200 نفر هاي مو شهامة، وين القيام، وين الغيرة، وين الحمية، 200 واحد مقابل شخص واحد. لذلك لعلي الأكبر حملتان، الحملة الأولى قتل 120 من هذا العدد من الأبطال 200. في الحملة الثانية لما رجع إلى أبيه والحسين قال له: ولدي ارجع، أرجو أن لا تمسي حتى يسقيك جدك رسول الله بكأسه الأوفى، في القصة المفصلة. رجع، التاريخ يقول حتى أكمل 200. يعني شنو؟ يعني هالميتين اللي انتخبهم واحد واحد، عمر بن سعد صفاهم تصفية كاملة وقتلهم. قام انظر يا بايا وشاف
أي واحد من أهل البيت لما كان يضرب الضربة القاضية كان يستغيث بالحسين، يصيح له الحق لي. علي الأكبر ضربته كانت قاضية لكن ما صح، تعالي أبويا الحق لي، لا. إلى أن سقط على الأرض من على متن جواده المرحوم الشيخ جعفر الششتري رضوان الله عليه، وبعض العلماء وأرباب المقاتل توجهوا إلى هذه الكلمة: فلما بلغت روحه التراقي، بطل قوي يقدر يصيح أبوه، يقول لا، أبوي إذا إجا وشافني وأنا أعالي سكرات الموت أبوي ما يقدر يشوف، أخاف أبوي يموت. وصلت روحه التراقي، يعني الآن الروح تخرج من جسده، نادى أبا أبا عليك من السلام، وبعدين يريد يبرد قلب أبوه، هذا جدي أبشرك بويا، لا تهتم بعد، لا تقول ابني عطشان، لا لا أنا مو عطشان بعد، هذا جدي قد سقاني بكأسه الأوفى. الإمام الحسين أخذ برأسه، حجة الله، إمام معصوم يقول: ولدي على الدنيا بعدك العفا، لقد استرحت من هم الدنيا وغمها، وصرت إلى روح وريحان وجنة ورضوان، وبقي أبوك لهمها وغمها. ساعد الله قلبك يا أبا عبد الله. أبناي هل لك عودة حتى أقول مسافر، كنت السواد لناظري فعليك يبكي الناظر. يا بويا من سمع يمك ونينا ومن شبحت لعند الموت عانيك، للعشرين ما وصل لسنينك وحاتفني عليك الدهر لك شعر، وإذا بالعقيل خرجت إلى الميدان وصلت، وإذا بالحسين عند جسد ولده من بعيد كانت تنادي: وابن أخاه وعليا. لما وصلت ونظرت إلى الحسين خافت على حياة الحسين، ما أدري بأي حال زينب شافت الحسين، لذلك لما نظرت صاحت: وأخاه وحسينا. ألقت نفسها على جسد علي، قام الحسين صاحب الغيرة، أخذ بيد أخته زينب وردها إلى المخيم، وصلها إلى المخيم، بعد ما يقدر يرجع إلى نعش ولده، شاف بني هاشم واقفين، الشبان يبكون يلطمون، قال لهم: يا فديان بني هاشم، هل أمه وحمنه عليا، أنا بعد ما أقدر ما عندي طاقة. راحوا الشباب فتيان بني هاشم، حملوا النعش، جاءوا به ووضعوه في خيمة من الخيام. الشبان رجع وكل شاب رجع إلى أمه يطمئن قلبها، كل شباب، لأن علي الأكبر أول شاب قتل، الشباب كلهم كانوا موجودين، كل أم كانت تنظر إلى ولدها سالم رجع إليها، فقط ليلى شافت ابنها ما رجع،
انسالت العقيلة سيدتي اش الشباب كلهم رجعوا ابني ما رجع كأني بلسان حاليا دقوم العلي الأكبر يا ليانا هيا ليانا يا مطروح ظل ما حد يشينا ومن الماي ما برد غلينا غلينا ويلي ولا مال ولا مال أنا ردتك ما رد الدنيا ولا مال تحضرني لا وقع حملي أي ولا مال ولا مال يا الأكبر خابت ظنوني أي ولا مال محل الضيق يا ابني قطعت مني يا محل الضيق يا ابن قطعي يا علي رايح علي رايح قعد عنده وسجب دمعي علي رايح ظل يصفج وسفراحي علي رايح رايح صاحب الصوت يا زينة علي راح علي راح وانا الدنيا غدا الظلمة علي يا كوكب أين ما كان أقصر عمره وكذا تكون كواكب والأسحار